السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهامة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية، بالإضافة إلى إحصائيات فيروس كورونا، بالإضافة أيضا إلى لدينا خبر من معبر جرالبس الحدودي وأخبار هامة. متابع مع الفيديو للنهاية لمعرفة آخر الأخبار وتطورات لهذا اليوم. خلينا نقوم بالانتقال إلى الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوط الجوية التركية هي التي ستتولى مهمة نقل اللقاح الصيني من مطار بكين إلى إسطنبول، والذي من المتوقع أن يصل غد الأربعاء صباحا إلى تركيا. وأيضا مقابلة لا نضال مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي. تركيا ستبني البنية التحتية اللازمة لتكون قادرة على إنتاج نحو 10 ملايين هاتف سنويا. كانت الشركة أوبو الصينية قرارة بالإنتاج والاستثمار في تركيا. وزارة الصناعة تجري مفاوضات بناء مع كبرى شركات إنتاج الهواتف الذكية. وأيضا الدولار يستمر بالهبوط ليوم الثاني على التوالي، لتسجيل الليرة التركية أعلى سعر لها منذ شهر وهو 7.41. وأيضا بيانها من معبر جرالبس الحدودي وهو كالتالي: أهلنا الكرام الذين دخلوا لقضاء إجازة العيد داخل سوريا، نود إعلامكم أن آخر يوم لإجراء الفحوصات الطبية هو يوم غد الأربعاء 30/12/2020. لذلك نرجو من الأخوة الذين يرغبون بالعودة لتركيا الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اليوم ويوم غد. آخر يوم للدخول أهلنا السوريين إلى الأراضي التركية هو يوم الخميس القادم الموافق 31/12/2020، وبعد هذا التاريخ لن يتمكن أحد من الدخول إلى الأراضي التركية. طبعا هذا بحسب معبر جرالبس الحدودي. وأيضا اليورو يتراجع إلى ما دون 9 ليرات لأول مرة منذ 20 تشرين الثاني الماضي. وأيضا بيانها من معبر باب السلام الحدودي حول الراغبين بالعودة أصحاب إجازات العيد، البيان في التعليقات. طبعا راح أشوفكم صورة البيان وراح أخليكم أيضا على صفحة الفيسبوك إذا تحبون تقرون هذا الخبر. أهل الكرام الذين قدموا إلى سوريا خلال زيارة عيد الفطر لهذا العام 2020، يعني الناس اللي راحت بعيد الفطر بإجازات إلى سوريا وطبعا ما قدرت بالعودة إلى تركيا بسبب فيروس كورونا، نود إعلامكم بأن يوم 31/12/2020 هو آخر يوم لموعد الدخول إلى تركيا، وبعد هذا الموعد لن يتم السماح لأي شخص بالدخول مهما كان السبب، علما أن أيام المغادرة هي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الساعة 12:00 ظهرا، ما عدا الأسبوع الأخير ستكون أيام العودة من الاثنين وحتى يوم الخميس الموافق 31/12/2020 الساعة 12:00 ظهرا. طبعا هاي طبعا البيان هذا من معبر باب السلامة. مثل ما قلنا لكم راح أخليكم البيان على صفحة الفيسبوك، راح أخليكم أيضا الرابط مشان تشوفونه. وأيضا نقوم بتقال إحصائيات فيروس كورونا هذا اليوم، حيث بلغت 15,805 أشخاص، بالإضافة إلى 21,004 أشخاص تم عثرهم بالشفاء، بالإضافة أيضا إلى 253 حالة وفاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا عدد الذين ظهرت عليهم الأعراض لهذا اليوم 2783 حالة، طبعا الذين ظهرت عليهم الأعراض. وأيضا عندنا خبر وزير الصحة التركي أقلعت الطائرة التي تحمل الدفعة الأولى من اللقاح الصيني من مطار بكين الساعة 7:50 مساء، وغدا صباحا ستصل إلى تركيا. هذا أبرز ما جاء في طبعا لهذا اليوم من اخبار. واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي شيء حطوني بالتعليقات، وان شاء الله سوف نقوم برد عليكم باقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.